ايه تاني معانا؟ هنا مثلا بيقول لك ايه الفرق ما بين جيت 1 وفايند باي اي دي. لو احنا كده رجعنا للريبوزيتوري اللي عندنا او جينا مثلا هنا في السيرفيس، هتلاحظ ان احنا السيرفيس هتلاقي فيها فايند باي اي دي وهتلاقي فيها فايند 1 او جيت 1. يعني مثلا هنا الريبوزيتوري دوت، لو جينا كده نشوف السيرفيسز اللي موجودة هتلاقي في حاجة اسمها جيت 1، تمام، بتاخد الاي دي، وحاجة اسمها جيت باي اي دي، تمام، وهتلاقي في حاجة تانية اسمها فايند باي اي دي. طيب ايه الفرق ما بين الايه الحاجات دي وبعضها؟ الفرق مثلا ان جيت 1 ده بيريتيرن الريفرنس، يعني لو الاوبجكت معاك فبيريتيرن الريفرنس بتاعه على طول، ما بيروحش يروح ايه يجيبه من الداتابيز، ما بيروحش يروح جنريت كويري او جنريت سيلكت ستيتمنت عشان يروح يجيبه من الايه من الداتابيز. لا، ولو لقى الريفرنس موجود او الريفرنس بتاع الاوبجكت ده موجود بالبروبرتيز بتاعته فبيستخدمه على طول، ما بيضطرش ان هو يروح ايه يعمل له كويري عشان يجيبه من الداتابيز. انما فايند باي اي دي اللي قدامنا دي بتروح دايما تسلكت الريكورد من الايه من الداتابيز، يعني سواء الريفرنس بتاعه موجود او مش موجود بيروح يسلكت الايه الجنريت يعني سلكت ستيتمنت بحيث ان هو يروح يجيبه من الايه يجيبه على طول من الداتابيز. طيب امتى استخدم مثلا فايند باي اي دي وامتى استخدم جيت 1 او فايند 1؟ بستخدم فايند باي اي دي لو انا فعلا محتاج الاوبجكت من الداتابيز، يعني كل ما نادي على فايند باي اي دي او كل ما نادي على السيرفيس دي محتاج ان هو يروح يجيب الاوبجكت ده من الداتابيز، مش محتاج ان هو يجيب لي الريفرنس بتاعه، لا انا محتاجه فعلا من الداتابيز. طب لو انا محتاج الريفرنس بس، طب هتقول لي طب انت هتحتاج الريفرنس في ايه اصلا؟ يعني بتحتاج الريفرنس في ان انت تاساين الريفرنس ده لاوبجكت تاني، زي مثلا لما بتيجي ايه لما تيجي تابديت مثلا او كده، فانت محتاج مثلا تاساين يعني مثلا هنا لو انتوا جينا في الستارت اب، لو انتوا فاكرين جينا هنا في الستارت اب قلنا له ايه محتاجين نقصين الريفرنس ده اللي هو الاوثر ده للبوك، مش كده؟ فروحنا استخدمنا ميثود اسمها فايند باي اي دي. في الحقيقه ده مش الصح، مش ده البيست براكتس. البيست براكتس طالما انا مش محتاج الاوبجكت ده غير ان انا اقصينه للاوثر، فساعتها الافضل ان انا استخدم جيت 1، ما استخدمش فايند باي اي دي، لان فايند باي اي دي كل مره هتروح ايه تجيبه من الداتابيز، فالمفروض استخدم جيت 1. طيب طبعا جيت 1 مش موجوده معانا، فاحنا محتاجين نروح للسيرفيس فايند باي اي دي، فممكن نعمل لها كوبي ونسميها جيت 1. تمام، ودي اوريدي موجوده في الايه في الريبوزيتوري اسمها جيت 1. هي اصلا دي ديبريكيتد، المفروض سموها فايند 1 تقريبا او فايند 1 جيت 1 ديبريكيتد بإيه بقى؟ get 1 فلوم كذا is deprecated. get by id هنا بيقول لك حتى هو ريتيرن. هي واضح ان هم عملوا لها ديبريكيتد في الفيرجنز الحديثه يعني، فسموها جيت باي اي دي. هنا بيقول لك ريتيرن ا ريفرنس تو ذا انتيتي ويز ذا جيفن ايدنتيفاير، تمام، بيعتمد على الايه بيعتمد على البرزيستنس جي بي اي برزيستنس كونتكست يعني. طب لو جينا نبص هنا على فايند باي اي دي تلاحظ ان هو بيقول لك ريتريف ان انتيتي باي its ID على حسب الاي دي اللي انت ايه بتبعته. طيب يبقى احنا المفروض لما نيجي هنا في الجزئيه دي المفروض ان احنا نستخدم ايه فايند 1، احنا سميناها ايه
احنا طبعا في الأسر سميناها find by ID get one، ممكن بقى نسميها بنفس الاسم عشان ما يحصلش لخبطة، get by ID. فلما هاجي هنا في ال start up أقول له get by ID، هي هي، بس الفكرة في إيه؟ الفكرة إن هو لو الريفرنس موجود هو خلاص مش هيروح يجيب الايه، يجيب الاوبجكت ده من الداتابيس تاني، هو هيعتمد على الريفرنس على طول. فاللي هو يعني بتنادي على الكويري برضو بس بشكل ليزي، يعني لو هو موجود بيستخدمه، لو مش موجود بيروح طبعا يجنريت كويري عشان يرجع الايه، يرجع الريفرنس ده. زي ما قلنا ان انت بتستخدمها في الحاجات اللي زي كده، ان انت مثلا محتاج تباصي الاوبجكت بتاع الاوثر للاوبجكت بتاع البوك عشان الريليشن بتاعته وكده، فالمفروض بتستخدم ايه، جيت 1 او جيت فاي جيت باي اي دي. طيب هو هنا طبعا الاسم القديم بتاعها، الفرق ما بين جيت 1 وفايند باي اي دي، هتلاحظ ان هما هنا بيقول لك ان الاثنين واحد، هما الاثنين بيروح يرجع لك الاوبجكت ده من الداتا ستور اللي عندك، بس الفكره ان في جيت 1 دي بترجع لك الاوبجكت بشكل ليزي، بحيث لو الاوبجكت اصلا موجود معاك فخلاص ما بيروحش يجنريت كويري سيلكت ستيتمنت عشان يرجع لك الايه الاوبجكت ده من الداتابيز. فهنا جيت 1 بيقول لك ان هو بيعتمد على الريفرنس بتاع الاوبجكت، لو الريفرنس ده موجود خلاص بيعتمد عليه، لو مش موجود بيروح ايه يعمل سيلكت ستيتمنت. هنا فايند باي اي دي دايما بتروح تهيت الداتابيز، بتروح تجنريت كويري ويروح يجيب الاوبجكت ده ريال اوبجكت، حتى انا بيقول لك ايه ريال اوبجكت مابنج to a row in the database، بيروح يجيب لك ال real object من ال database سواء بقى ال reference بتاعه موجود أو مش موجود. وزي ما قلنا الاستخدام بتاعها في، يعني الاستخدام بتاع get one دي غالبا بيكون مع الايه، مع ال relations، يعني انت مثلا محتاج relation فكل شوية بدل ما يروح يقول له find by id find by id من ال database وكلام من ده، لا هو بيعتمد على ال reference بتاع ال object ده اللي موجود في ال caching عنده او موجود في البرزيستنس كونتكست بتاعه. طبعا انا هنا بتكلم على الكاشنج بتاع الجي بي اي والهايبرنيت، لان في كاشنج تاني انت ممكن، يعني في لايرز كتير للكاشنج يعني، بس انا لما بتكلم هنا في الكاشنج بتكلم على الكاشنج بتاع الجي بي اي او السيشن بتاعت الايه، بتاعت الهايبرنيت اللي هو البرزيستنس كونتكست. فبيروح يجيب الايه الحاجه دي من الريفرنس اللي موجود، لو ما لقاهوش موجود بيروح يجيبه من الايه، من الداتابيز، بس يعني بيروح يجيبه بشكل ليزي، مش كل مره بقى بيروح يجنريت ايه كويري عشان يجيبه ويسلكت من الداتابيز ويعمل هيدنج على هيدنج على الداتابيز وكده. طيب ننتقل لجزئيه ثانيه وهي الكالكوليتد اتريبيوتس. الكالكوليتد اتريبيوتس اللي هي اتريبيوتس انا محتاجها بتكون موجوده معايا في الانتيتي، بس ما بتكونش ستورد في الداتابيز، يعني ما بتكونش حاجه موجوده في الايه، في الداتابيز. زي ايه مثلا؟ لو انا جيت مثلا على الانتيتي بتاعت الايه، بتاعت البوك، وجيت مثلا محتاج اشوف قيمه الديسكاونت مثلا، او محتاج ان انا اشوف يعني حاجه معينه، خلينا مثلا نقول برايفت دبل ديسكاونت، والديسكاونت ده هيبقى مثلا عبارة عن البرايس في مثلا ديسكاونت، لو قلنا مثلا ديسكاونت 2% 3%، أو ممكن نقول مثلا ديسكاونت 25%، تمام. فهنقول مثلا قيمة الديسكاونت كذا. طيب أنا لو سبته بالشكل ده كده فالانتيتي هتروح تجنريت الايه الستيتمنت بتاعته اللي هتروح تضيفه في الداتابيز، هيروح يضيف الكولوم ده في الداتابيز. طب انا مش محتاج الكولوم ده في الداتابيز، انا محتاجه اون ذا فلاي كده يعني، وانا بريتيرن يحسب لي الحسبه دي على طول كده معايا. فساعتها بستخدم معاه حاجه اسمها ترانزينت، ات ترانزينت بديله انوتيشن ترانزينت، معنى كده ان هو ما بيروحش يضيف الايه الكولوم ده في الداتابيز. طيب هجنريت السيتر والجيتر بتوعه. ممكن اجي بقى في الجيتر بتاعته بدل ما برجع الديسكاونتد كده، لا ممكن اقول له مثلا رجع لي البرايس في
في مثلا في 25%، يا اما بقى تكتبها في 25 على 100، يا اما تكتبها في 0.25. طيب تعالى كده ايه نتست الجزئية دي، هنرجع على البوست مان. خلينا مثلا نادي على فايند اول. تمام، هتلاحظ مثلا ان ده ال 25% 30 حسب لي الايه القيمة بتاعته. طيب تعالى كده نبص على الداتابيز، نشوف الكولوم ده انضاف في الداتابيز ولا ايه. لو جينا كده عملنا ريفريش هتلاقي ان الكولوم ايه مش موجود في الداتابيز، مع ان هو موجود في الانتيتي، بس الفكرة في ايه ان احنا ده قلنا له ان ده ترانزينت اتريبيوت او ترانزينت بروبرتي، معنى كده ان هو كالكوليتد معايا في الايه في الانتيتي، مش هيروح يضيف في الداتابيز. قال لك مش كده وبس، لا انت ممكن بدل ما بتعمل الحسبة بتاعتك في الجيتر، معنى كده ان انت ايه ان انت في كل مره هيروح، يعني كل ما يعمل لود للانتيتي هيروح يحسب الايه الحسبه بتاعته دي. تمام، قال لك لا انت ممكن تستخدم يعني تعمل ميثود عاديه تقول له مثلا خلينا نقول private void calculate مثلا discount. طيب هنا هنقول له this dot set discount ب ال price في 25%، ومحتاجين ندي annotation لل discount ده أو الميثود دي إنها تتنفذ في إيه في الأول في الحاجة تقريبا اسمها ال preload البوست لود. احنا محتاجين نديها ات بوست لود. تمام، بوست لود ده معنى كده ان هو هينفذ الميثود دي مره واحده في الايه في البوست لود، بدل ما كل مره ايه ينفذها مع كل ما يعني كل ما لود الانتيتي ينفذها، لا هو قبل ما يلود الانتيتي يحسب الحسبه بتاعته ويسدها في الايه ويسدها في الديسكاونت. معنى كده ان الديسكاونت خلاص بدل ما هنا هي ريتيرن البرايس في كذا، لا انا هنا هقول له ريتيرن الديسكاونت على طول زي ما كانت، هنا هقول له ريتيرن الايه الديسكاونت على طول. هنا في البوست لود هقول له ايه احط اعمل لي الحسبه ايه الحسبه بتاعتك. طيب تعالى كده نريستارت تاني. تمام، هلاقينا ايه نفس النتيجه، بس الفكره في ايه الفكره بدل ما هو كل ما بيلود الانتيتي يعمل الحسبه بتاعته، لا هو عملها قبل الايه قبل اللود. طيب هل كده وبس؟ لا قال لك مش كده وبس، ده ممكن كمان الحسبه بتاعتك دي تكون جايه من الايه من الداتابيز، فتكون معتمده على سيلكت ستيتمنت. يعني ممكن اوقف الميثود دي كده خالص واستخدم مع الترانزينت اتريبيوت ده يعني annotation تاني اسمه فورميولا at فورميولا. تمام، فورميولا ده بيمبورت من تحت الايه الهايبرنيت annotation وبديله السيلكت ستيتمنت بتاعتي. الفورميولا دي ما هي الا سب كويري بيعملها معاه في الكويري يعني اللي هو شغال عليه. طيب لو لاحظتوا ان في الكويريز اللي احنا جربناها قبل كده هتلاحظ ان هو ما ضافش حاجه في الكويري، ما ضافش اي حاجه غير الكولومز الاساسيه، انما في الفورميولا دي هتلاقي ان هو ضاف له ايه سب كويري معاه كده يحط له يحط فيها الحاجه اللي ايه اللي هو محتاجه. فممكن نقول له هنا سيلكت البرايس في مثلا كذا from البوكس، طبعا اسم التيبل. طبعا انا هنا بكتب ايه بكتب نيتف كويري، ما بكتبش بقى جي بي كيو ال، الفورميولا دي بتكون نيتف كويري.
where ال ID بي ايكوال ال ايه بي ايكوال ال ID. تمام، خلي بالك ان ال ID ده ده ال ID بتاع ال ايه بتاع ال database. طيب انا مش عايز الخبطكم يعني في الحتة دي، خلينا ناخدها في مثال تاني. يعني خلينا نفترض ان الديسكاونت مثلا ده زي ما هو كده، نسيب حتى المثال ده نستفيد منه، وخلينا في مثال واقعي شوية. هنفترض ان في البوك ده محتاجين كالكوليتد اتريبيوت تاني يسلكت مثلا يكاونت مثلا عدد الايه الكتب اللي موجودة كلها. هقول له هنا برايفت لونج مثلا بوك كاونت. تمام، وده هقول له ترانزينت. هنعمل امبورت، هنقول له مثلا سيلكت كاونت فروم البوك وير. طبعا مش هيبقى فيه وير بقى ولا حاجة، بس عموما يعني احنا لو حبينا نحط وير هنا وير كونديشن هنا، فهتحط الوير كونديشن بتاعتك عادي. هتقول لي طيب البروبابيلتيز اللي هستخدمها من هنا هستخدم ايه؟ اقول لك انت تقدر تاكسس الايه البروبابيلتيز اللي انت يعني مستخدمها من هنا عادي. يعني ممكن مثلا تقول له وير ان الاسر اي دي بي ايكوال مثلا كذا. تمام، يعني ممكن يسلكت مثلا كاونت وير ان الاسر مثلا، خلينا نجربها ماشي. خلينا نقول له وير ان الاسر اي دي بس هيكوال ايه بقى، هيكوال ايه الاي دي ده الاي دي بتاع البوك وير ان الاسر اي دي ايكوال. مش هتبقى واقعية خلاص. خلاص خلينا نكاونت كده بس الاول ونجربها، وهتقول له بقى ترانزينت، وتقول له برضه فورميولا. تيجي بقى في الفورميولا تدي له الايه السيلكت، سيلكت مثلا كاونت فروم البوكس وير الاي دي او الاوثر اي دي بيكوال الاي دي، الاي دي اللي هو ده كده. تمام، عايز تحط مثلا الياس هنا عشان تبقى مفرق ما بين البروبرتيز اللي موجودة في الانتيتي واللي موجودة في السيلكت، مفيش مشكلة يعني يفضل طبعا. ده كده بوك دوت الايه دوت الاوثر اي دي، وده الاي دي اللي موجود هنا، فمش محتاج ايه تديله الالياس بتاعه. تعالى كده نجنريت الستر والجيتر، وتعالى برضو هنا في البوك سيلكت كاونت فروم البوكس. كده هيرجع الايه الكاونت كله. تعالى نجنريت برضو الجيتر بتاعتها. تعالى كده الاول ننادي على البوك مثلا، هنا ضرب البوك ده مش موجود، عايزين بوك موجود 40 مثلا. احنا كده كده عاملين دي تي او، فاحنا عشان ما ضفناش الحتة دي يعني في الدي تي او. بس تعال نبص كده على الكويري، فين الكويري؟ طيب خلينا هنا مع الاوثر ترانزينت. معلش احنا المفروض ما نستخدمش معاها ترانزينت، لان ترانزينت دي اصلا مش هدفها في الكويري خالص. المفروض ان احنا ايه نستخدم فورميولا بس، فورميولا تمام عشان يحسب لنا الايه يروح يجنريت الكويري ده او يضيف الكويري دي معانا. وهنا برضه هنشيل ترانزينت. تعالى نرستارت تاني.
هنا في مشكلة. result set. طيب تعال نشوف كده ايه المشكلة هنا. select count from the book where as كذا. طيب معلش، هي طبعا بتنضاف على انها sub query، فالمفروض ان احنا نحطها ما بين قوسين كده. تمام، وفي الأسر برضو نفس النظام لأنها بتنضاف as a sub query. وتعالى كده نريستارت تاني. طيب كده عدى اهو. تمام، لو جينا كده نقول له هات لنا الايه الأسر ده، قال لك الأسر ده تحته 8 كتب. تعال نبص كده على الكويري اللي حصل لها جنريت، هتلاحظ ان هو ضاف لنا الايه الكويري بالشكل ده كده. دي بتاعت البوك وبتاعت الاوثر اهي. قال له select count from the book where ان البوك دوت الايه الاوثر اي دي بيكوال الايه الاوثر اللي هو الايه الانتيتي دوت الايه دوت الاي دي. تمام، فالأسر ده تحت مثلا إيه 8 كتب، أسر مثلا رقم 2 تحت مثلا 17 إيه 17 كتاب. هنا البوك كاونت أهو برضه في الإيه في الديتيل هتلاقي إن هو جابها برضه. البوك كاونت جاب لك إيه يعني التوتال بوك مثلا 25 كتاب. تمام، ده بالنسبة للجزئية بتاعة الفورميولا. فهنا بيقول لك يعني الكالكوليتد اتريبيوتس في الجي بي اي في كذا حاجة. في ان انت مثلا تستخدم ترانزينت اتريبيوت، تضيف ترانزينت دي مع الاتريبيوت. انوتيت هنا بيقول لك انوتيت ذا نون بيرزيستنت فيلد اند بروبيريتي ويز ترانزينت. تمام، ده بحيث ان انت ايه لو استخدمت بس معاه ترانزينت فخلاص انت هتعمل الحسبة بتاعتك اللي انت هتعملها مثلا في الايه في الجيتر ميثود وتستها في الايه في ترانزينت اتريبيوت او كده، او شوف يعني على حسب ما انت ايه هتستخدمه. بس عموما انت لازم تانوتيت الاتريبيوت ده ان ده ترانزينت اتريبيوت بحيث ان هو ما يروحش يضيفه في الايه في الداتابيز، او ان هو يضيفه على الايه السيلكت ستيتمنت بتاعتك يعني. وممكن مع الترانزينت اتريبيوت ده تستخدم بوست لود. بوست لود دي بتضيفها على الميثود، فالميثود دي بتتنفذ قبل ما يحصل لود للايه قبل ما يحصل لود للانتيتي. هنا برضو بيقول لك ان انت ممكن تستخدم فيرميولا. فيرميولا دي يعني طبعا مش صح الجزئية دي ان انت تانوتيت تانوتيت ان هو ترانزينت، لان طبعا لو انت عملته ان هو ترانزينت اتريبيوت فساعتها هو مش هيضيف الايه السيلكت ستيتمنت بتاعتك يعني. هنا بيقول لك ان انت تانوتيت الايه بالانوتيشن بتاع الفيرميولا. بتستخدم تضيف الاس كيو ال ستيتمنت بتاعتك او الاكسبريشن بتاعتك بحيث يحصل لها لود مع الايه مع الانتيتي وهو بينادي على الانتيتي.